لو أول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي أول بأول. حبايب قلبي، بنات كتير بتحلم بشعر ناعم وكثيف وجميل. إن شاء الله هنعمل وصفة النهاردة ممتازة جدا لتطويل الشعر وتكثيف الشعر. خليك معايا لآخر الفيديو علشان تشوفي الوصفة بتاعتنا، ومكونها بسيط وسهل جدا جدا. خليك معايا عشان تشوفي وتعرفي ايه هو المكون اللي احنا هنستخدمه النهاردة في الوصفة بتاعتنا، ويلا بينا نعمل الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا لتكثيف وتطويل الشعر، وبرضو عايزة اقولك انها بتعالج مشاكل الصلع اللي بتبقى موجودة في الشعر والمناطق الخفيف فيها الشعر والشعر فيها مش بينبت. بتعالج برضو التقصف بتاع الشعر، وبتعالج شعر الشيب، وبتطول الشعر. وصفة ممتازة جدا بمكون واحد موجود عندنا في البيت، وهو القهوة او البن، يعني اسمها في بعض الدول العربية بيسموها يا القهوة يا البن، وده شكلها. انت ممكن تجيبيها برضو من عند العطار وتطحنيها انت بنفسك، او ممكن تجيبيها مطحونة. هنحتاج معلقتين اتنين من القهوة او البن، وهنحتاج عليهم معلقة واحدة من عسل النحل، وهنحتاج عليهم معلقة من زيت الزيتون. ممكن تستبدلي زيت الزيتون، ممكن تستبدلي عسل النحل، يعني مش عنصر اساسي، ممكن ما تحطيش عسل نحل. وزيت الزيتون ممكن تبدليه باي نوع زيت عندك، يعني ممكن زيت جوز الهند، زيت القمح، اي زيت عندك بتستعمليه، زيت الخردل، اي زيت عندك هينفع للوصفة بتاعتنا دي. وممكن تحط نوعين برضو من الزيت. يلا هنعمل مع بعض الوصفة يا حبايب قلبي، ونقول هنستخدمها ازاي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. يلا بينا. دول معلقتين البن معانا، هنحط عليهم معلقتين من زيت الزيتون عشان المعلقة بتاعتي صغننة. زي ما احنا شايفين كده، وهنبدأ بقى نقلبها كويس جدا. والعسل زي ما قلتلك، يعني انت ومزاجك، يا تحطي عسل يا ما تحطيش، براحتك خالص. المهم ان يكون عسل نحل طبعا اصلي. ممكن تحطي وممكن لا، العسل نحل اختياري يا بنات. ادي الوصفة بتاعتنا يا حبايب قلبي جاهزة هي للاستخدام. طريقة استخدامها بقى سهلة جدا. هتستخدميها ازاي؟ هتغسلي شعرك كويس جدا، وبعد ما تغسلي شعرك هتدهني بالوصفة بتاعتنا دي. تدهني شعرك كويس جدا من الجذور ومن الاطراف وارضية الراس، وتدعكي كويس جدا عشان تشبعي ارضية الراس من الوصفة بتاعتنا دي. هتكثفلك الشعر وهتطول الشعر، من الوصفات الجميلة جدا ومغذية قوي للشعر. استخدمي الوصفة دي مرتين او ثلاثة في الاسبوع، هتجيب معاكي نتيجة ممتازة جدا. دي كانت وصفتي النهاردة. طبعا وصفة سهلة جدا جدا وبسيطة خالص، مش هتكلفك اي حاجة. حاولي تعمليها وان شاء الله باذن الله هتستفادي بيها، لانها جميلة جدا جدا يا بنات. يعني القهوة مفيدة جدا جدا للشعر. كمان بتنبت الاماكن اللي بتكون الشعر فيها خفيف قوي، او الشعر فيها في عند اغلبية البنات او الشباب برضو، الشعر بيبقى من قدام من هنا من عند الجبين، بيبقى في اماكن ساعات فارغة كده ما فيهاش شعر. الوصفة دي جميلة جدا جدا، لو دهنتي بيها الاماكن اللي قدام دي هتنبت لك الشعر تاني ان شاء الله بسهولة. دي كانت وصفتي النهاردة حبايبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. طبعا اذا عجبتكم الوصفة تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتنسوش برضو تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش معايا، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة ان شاء الله. اشوفكم في وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي اول باول.